السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم بدنا نرسم الهوم ورك الثاني، وهو فيه أخذته أتوقع ريفولف وهول، فبدنا نرسم هذا الشكل. ومطلوب إنه نسوي ريليشن شيب بين الطول والعرض، الطول يكون ضعف العرض، تمام؟ والهولز بدنا نستخدم اللي هو through all و variable depth و up to next surface، تمام؟ هسا بدي اشرح لكم شو revolve بالضبط. خلينا اول شي نحط working directory. احنا عنا pro tutorials، اوكي، home 2، تمام. هسا revolve انت بترسم شكل، اي شكل بدك اياه، هو بتسوي له روتيت حوالين اكسس انت بتحدده، تمام. مثلا بدنا نسوي بدنا نرسم دائره مثلا، اوكي، بنسوي لها روتيشن حوالين اكسس. لازم تحط جيومتري سنتر لاين، سنتر لاين اتوقع، جيومتري سنتر لاين، نختار جيومتري سنتر لاين، هذا الاكسس اللي حيدور حوالي الشكل اللي رسمناه، تمام. فبيطلع عندك مثلا زي هيك، اوكي، بس هاي الفكره. اذا انت بتكاش تساوي اوفست، بتكاش يكون في خزق بالنص مثلا، بتخلي اللاين تبعك تانجنت او يعني ملامس للشكل، فبصير زي هيك. بس هاي فكرة الريفولف، ما بدها اشي يعني. هسا خلينا نرسم ال homework تبعنا. define front sketch، اوكي. هسا هون ايش عندك؟ عندك اي، حرف اي، وفي القطع اللي فوق والتحت جاي عليهم نص دائرة اخر اشي. فأول شيء خلينا نبلش بالإي، أنا حرسمها يعني رفلي لأنه هو مش محدد لك، مش محدد لك dimensions معينة تمشي عليها، فخلص احنا نرسم زي ما بدنا. تمام هيك. هسا اهم اشي هو حاط لك شرط انه الهاي تكون ضعف البيس، فهسا احنا بنعدل على هاي. هي هاي مثلا خليها 100، وهاي خليها 200. خلينا نعدل على هذا الخط مثلا، لا هذا الخط خليه 75 مثلا، تمام. هذا خليه 60. هسا اذا انت عندك، اذا وانت بترسم بيطلع لك حرف ال، يعني خلينا نجيكم كيف. يعني انا رسمت هاي طلع لي ال، هاي ال ال، هاي ال ال معناتها انه يعني هاي القطعه نفس طول هاي القطعه، فاذا انا عدلت على هاي القطعه هاي على طول بتعدل عليها. مثلا هاي بدي اخليها 50، الثانية على طول بتصير 50 بدون ما أنا أحتاج أعدل عليها، فهي بتساعدك إنه تخلي كل إشي سيمتريك. هاي شوفوا عندي L1 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 L1، يعني لو بعدل على واحدة منهم كلهم بتعدلوا، تمام؟ طيب هسا بس نحدد البعد ونرسم الجيومتري سنتر لاين، أوكي؟ هسا ضل إيش نرسم نص أنصاف الدائرة. ممكن تستخدم دائرة وبعدين تقص منها، بس انا بفضل نستخدم هاي ارك سنتر اند اندز، بتحدد سنتر وبعدين بترسم قد ما بدك مثلا زي هيك، اوكي. هسه هون البرو بيساعدك كثير انه هو بحدد لك الميد بوينت، انت مش محتاج تحدده، فنحدد على طول زي هيك ونرسم واحده هون واحده هون، تمام.
وهسه بنستخدم delete segment عشان نقص هاي القطعة هاي القطعة. هيك خلصنا. بس نكبس صح بيطلع لنا زي هيك. هسه هو هون مش مسوي ريفولف 360 درجة، فانت بتحدد هون احنا خلينا مثلا 270 درجة هيك تمام. اوكي نكبس صح، نروح على المطلوب الثاني. كاتب لك بده هولز A4 A6 and A8 لهم شروط. بلش بهول A4. A4 بيقول لك through all. طيب نختار امر هول، نختار اذا انت بدك تسوي هول لازم تختار السطح اللي بدك تسوي فيه الهول. يعني اذا اخترت بلين حيسوي على البلين نفسه مش حيسوي على السطح اللي انت بدك اياه. فاحنا بدنا نسوي هذا السطح نكبس عليه. اوكي هون انت بتحدد دايمتر، الدايمتر هذا كبير تبع الهول فانا حخليه 25 مثلا. طيب في بتلاقي عندك مربعين خضر، هذول في اللينير بدك تحطهم على اشي ريفرنس، فانا هحطهم على البلين اللي هو الرايت بلين، وهحطهم على الطرف ال او احطهم على الفرونت بلين كمان. تمام هاي بصير لهم اسود زي هيك. هسه هذا البعد اللي هو بعد عن الرايت بلين احنا خلينا يعني نقدر نجيبها بالعين تقريبا، هي هيك تمام خلاص مش محتاج اشي. اوكي بس اذا بدنا نعدل عليه مثلا نخليه 75 وهاي نخليها 60. بس احنا هيك حددنا بعدها عن الفرونت وعن الرايت، لازم تحدد بعدين زي اكس واي اكسس تقريبا. بيقول لك through all، هون بنختار بنروح على امر هون بطلع لك drill to intersect with all surfaces يعني through all surfaces، هاي بطلع لك زي هيك. هو مبين نطالع برا شوي بس ما بيكون. تمام بتكبس صح، هاي خلصنا اول مطلوب. طيب الهول الثاني بحدد كمان على السطح هيك، بيقول لك variable depth to approximately the middle of the revolve if you do not remember the height. طيب احنا حطينا الهايت 200 فهون هيكون بس للنص فبيكون 100، بس بنحدد حركة المربعات الخضر على axis مش مهم كيف عشان هم مش محددين لك يعني. تمام نكبس صح، ويظل اخر واحد اللي هو A8 up to next surface. نختار كمان مرة هول على السطح، نروح هون ندور على الأمر up to next surface، هاي هذا شكله drill up to next surface. تكبس زي هيك، هو ببين انه مكمل على الآخر بس لما تكبس صح ما يعني ما بنزل على الآخر. تمام وبس هيك خلصنا، يعطيكم العافية.